فنحن اليوم بإذن الله عز وجل نتحرى ليلة القدر، إحدى الليالي التي اختص الله بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فضل الله ليلة القدر على غيرها من الليالي، كما أن فعل الخير فيها ليس كفعله في غيرها من الليالي، فكما قلنا العمل فيها كالعمل في ألف شهر مما سواها. وقد ورد عن أنس أنه قال: إن الأعمال من صدقة وصلاة وزكاة في ليلة القدر أفضل من العمل في ألف شهر. ومما يزيد هذه الليلة فضلا أنها باقية إلى قيام الساعة، وهي تختص ببعض الخصائص والفضائل، ومن هذه الخصائص والفضائل نزول سورة كاملة في فضلها، وقد سميت باسمها، كما أن القرآن الكريم نزل فيها وينزل فيها جبريل عليه السلام ومعه الملائكة. ويقول فيها على ويؤمنا على دعاء الداعين إلى طلوع الفجر، قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أيضا من الفضائل في هذه الليلة اعتبارها ليلة سلام وأمان، فالله لا يقدر فيها إلا السلامة، قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. أيضا من الفضائل قيام ليلها ابتغاء وجه الله تعالى، يوجب غفران ما تقدم من ذنوب العبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، بالنسبة إلى هذه الليلة يوجد علامات لهذه الليلة، ذكر العلماء العديد من العلامات التي تكون في ليلة القدر، ومن هذه العلامات ما يأتي، زي تكون السماء فيها صافية ساكنة، يعني السماء تكون صافية ساكنة، ونحن نرى الآن، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه هي ليلة القدر، تكون السماء فيها صافية ساكنة، ويكون الجو فيها معتدلا غير بارد ولا حار، وتخرج الشمس في صبيحتها أو في صباحها من غير شعاع تشبه القمر في ليلة البدر. نحن نتحراها الآن بإذن الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. ما هو الشعاع؟ الشعاع هو الضوء الذي يرى عند بداية خروجها، ويكون كالحبال أو القضبان التي تقبل إلى الشخص الذي ينظر إليها. هذه أيضا من العلامات. من العلامات أيضا أن هذه الليلة تمتاز بالسكينة والطمأنينة وراحة القلب ونشاطه لأداء الطاعة وتلذذه بالعبادة أكثر من الليالي الأخرى، وذلك بسبب تنزل الملائكة بالسكينة على العباد، قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وهي ليلة لا يرمى فيها بنجم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح ولا يرمى فيها بنجم. يعني هذه الليلة سبحان الله تكون مميزة من بين الليالي. أيضا من العلامات في هذه الليلة تكون في ليلة من ليالي الوتر في رمضان، وهو أرجح أقوال العلماء أنها تكون في ليلة من ليالي الوتر في رمضان في العشر الأواخر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فألتمسوها فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. يعني نلتمس هذه الليلة في العشر الأواخر من في العشر الأواخر في كل ليلة فردية. أيضا من العلامات التي تميز هذه الليلة يشعر بها المؤمنون بشعور داخلي، وذلك بما ينعم الله عليهم من نشاط في هذه الليلة، علما أن أفضل ما يدعو به المسلم في هذه الليلة إن شعر بها هو قول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم
أرأيت إن علمت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة قدر ما أقول فيها؟ قال قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الآن بإذن الله عز وجل ننتظر خروج الشمس، نحن نرى الشمس الآن. يعني الجميع يعلم أن الفائدة من معرفة علامات ليلة القدر مفيدة للمسلم، إذ يسن له إحياء يوم ليلة القدر كما يسن له إحياء ليلة بطاعتها. يؤدي المسلم شكر الله تعالى على توفيقه لقيامه أو لقيامها، كما يشعر أو كما يشعر المسلم بالمسؤولية إن كان قد قصر في قيامها وفي معرفة ليلة القدر. الآن بإذن الله تخرج الشمس فنتحراها كما تظهر الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب إن شاء الله يعني نرى شعاع الشمس يخرج الآن من الشمس. نطبق العلامات على خروج الشمس. يعني أنا أظن أن الشمس يعني لن تظهر أو لن يظهر الشعاع في الكاميرا، فهذه الشمس لها شعاع، وأيضا يعني هذا اليوم يوجد به قليل من المطر. يعني أنا الآن يوجد المطر ينزل من السماء، ولكن ليس بكثرة. المطر ينزل ولكن ليس بكثرة. مش عارف. وأيضا من يعني يوجد في السماء سحاب، فهذه ليست يعني كما نظن أنها ليست ليلة القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني نحن نطبق العلامات، هل هي موجودة في هذه الليلة أم غير موجودة؟ أنا أظن والله أعلم أن هذه الليلة ليست ليلة القدر، لأن السماء يوجد بها سحاب، وأيضا يوجد قليل من المطر، والشمس يعني كما ترون النجوم أو السحاب يغطي الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها
بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني الشمس تغطيها النجوم. أنا الآن من أعلى سطح المنزلي أو منزلي بيتي، فنحن الآن نتحرى ليلة القدر، ليلة 21 من شهر رمضان المبارك. وأظن والله أعلم أن هذه الليلة ليست ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، فيك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع البغضاء والبلاء عن الأمة الإسلامية وعن العالم أجمع يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وبالزيادة آمالنا، وأقرم بالعافية عدونا غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت. اللهم يا رب بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وثبت يقيننا، وارزقنا حلالا يكفينا، رزقا حلالا يكفينا، وابعد عنا كل شر يؤذينا. اللهم بارك لنا في هذه الأيام وأعنا، اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل لنا فيها دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، ومغفرة وعفوا تبلغنا فيها جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. نستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم في يوم آخر. ولا تنسوا أن تدعمونا بالإعجاب والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.